السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة زوينة بزاف للفطور حتى الغداء ديال الوليدات، ويقدروا أيضا يديوها معهم للمدرسة. خبيزة الكاجو هكا على شكل سندويشات معمرين بالشوكولات بالفينو، كيجيو رائعين للغاية، رطبين وهشاش ومكوناتهم جد بساط، يعني اقتصاديين للغاية. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنا دقيق ابيض او الفرصة او الفرينه 300 غرام، اللي هي 3 ديال الكيسان ديال العنبه. عندي ايضا 100 غرام ديال الفينو او دقيق القمح الصلب بالخشن، كما كتشوفوا هنا في الكاس ديال الشاي او ديال العنبه، كاس ما عامرش. بالنسبه للاسئله اللي كيجيو بزاف من الاخوات من الدول العربيه وكذلك من الجزائر، في الجزائر هو سميد رطب، وفي الدول العربيه الاخرى فهو دقيق البسبوسه اللي كيكون مطحون ناعم شويه. غادي نحتاجوا الملحه واحد ربع ملعقه صغيره، 250 مللتر او ربع ديال الحليب يكون دافئ. غادي نحتاج ايضا جوج ديال الملاعق كبار ديال الزبده او 50 غرام بالوزن. هنا ضروري تكون طريه فكتوضعها في الميكرووند ولا في الفران، انا دابت لي شويه ولكن ماشي مشكل. غادي نحتاج ايضا ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ربع ديال الملاعق كبار ديال السكر اللي كتعطيني 80 غرام، وغادي نحتاج واحد ساشي ديال السكر منسم بالفانيلا الوزن ديالو 8 غرام. بالنسبه للطريقه فهي بسيطه للغايه. غادي ناخذ اولا داك الحليب اللي يكون دافئ ونضيف عليه الخميره ديال الخبز، كنخليو الخميره تتفاعل لمده ديال 10 ديال الدقائق تقريبا. انا ما عنديش الوقت فغادي نحرك وغادي نستعملها مباشره في الخليط ديالي او في العجين ديالي عفوا. فانتوما بالنسبه لكم يعني اذا كان عندكم الوقت خليوها 10 ديال الدقائق حتى غادي تحسوا بالخميره ديالكم طلعات، عاد كتكملوا التحضير. فكناخذ الدقيق ديالي وكنضيف عليه السكر، كنضيف داك الفينو او الدقيق ديال القمح، الفاني، غادي نضيف الملحه. بالنسبه للملحه كندير هكا واحد ربع ملعقه صغيره وصافي. غادي نضيف الكميه كلها ديال الحليب كما كتشوفوا 250 مللتر، المقادير راهم مضبوطين، يعني ما غاديش نقول لكم عينكم ميزانكم، غير شوفوا اذا كان الدقيقه ديالكم يعني كتشرب بزاف. انا هنا مستعمله دقيق خاص بالحلويات، اذا استعملتوه غادي تجيكم هي هذيك. ف 250 مللتر بالضبط، عجينه كتكون كتلصق باش هكا كيجيونا الفطائر دائما رطبين. ملي كتعجل ليا العجينه واحد 5 ديال الدقائق، هنا غادي نضيف عليها الزبده. كيف ما قلت الزبده خصها تكون طريه، ما تكونش قاسحه نهائيا، ما تستعملوهاش قاسحه، غادي يعني تقطع لكم في العجينه وما غاديش تندمج معاها. ف كنضيفها رطبه وغادي نرجع نخلي العجين ديالي يتعجن واحد المده ديال 5 ديال الدقائق اخرى حتى يتعجن جيدا. انا صافي ها هو العجين ديالي التاجن. غادي نحاول انني نجمعه، القوام ديالو كيف ما كتشوفوا كيكون هو هذا، كيكون عجين رطب بزاف ولكن في نفس الوقت يعني ماشي سائل، ومازال يعني بالزبده يعني كتكون دايبه او رطبه، من بعد غادي يزيد يتماسك. هنا غادي نغطي عليه ونخليه واحد المده ديال نص ساعه حتى كيتنفخ ليا العجين شويه كما كتشوفوا. هنا مازال ما غاديش نشكل العجين ديالي او الفطائر ديالي، غادي ندير هذه العمليه كما كتشوفوا. هنا بهذه الطريقه كندخلوا اكبر يعني كميه ديال الهواء في العجين وكيجينا خفيف ومهوي من بعد فاش كيطيب. فكيف ما كتلاحظوا يعني كنجبد الجناب ديال العجينه وكنرجعهم للوسط ونرجع نخليها حتى تخمر كما كتشوفوا هنايا ضعف الحجم ديالها. نرجع سطح العمل ديالي بكميه مهمه ديال الدقيق ونفرغها فيه لهذه الطريقه. هنا غادي نحاول انني نجمع الاطراف بهذا الشكل، كنقلبها وغادي نقسمها على الاحجام اللي بغيت انا. العجين غادي نقسموه على 12 قطعه باش يعطيوني هكا واحد الفطائر اللي حجمهم ديالهم متوسط، ما يجيوش كبار وما يجيوش ايضا صغار، طبعا كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نستعمل الميزان باش غادي نحصل على قياس مقاد دائما، ما بغيتوش تستعملوه او ما كانش عندكم ماشي شرط وماشي ضروري، غادي ديروا عينكم ميزانكم.
انا تقريبا غادي ندير 65-70 غرام في كل قطعة ديال العجين، وكنبدا نشكل كل قطعة على شكل كرة بهذه الطريقة او اي طريقة كتناسبكم. ملي كان سالي كنبدا كنبسط الكويرات ديال العجين باليدين ديالي ولا بالدله كذا بغيتو، يعني طريقه اسهل. كنبسطهم هكا بشكل بيضاوي، ومن بعد كندير كميه من الشوكولات ديال الدهن. عمرو باي حاجه بغيتو، ممكن ديروا شوكولات عادي هكا مقطع، او ديروا المربى والكونفيتور ديال المشمش يكون عاقل شويه ماشي داك اللي كيكون جاري. من بعد ما كنعمر بكميه ديال الشوكولات كنسد مزيان على العجين ديالي، يعني كما لاحظتوا يعني كنلوي وكنسد وكنوضعو في اللاطه ديال الفران اللي غادي يطيب لي فيها هاد او يطيبوا لي فيها الفطائر ديالي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي ونتلاقاو باش نكملو. هنا من بعد ما ساليت كما كتشوفوا ستفتهم متقاربين شويه مع بعضياتهم، وضعتهم في هاد اللاطه اللي فرشت لها الورق ديال الطهي. ماشي شرط انكم توفروا عليه، ممكن دهنوها بالزيت مزيان. دهنت ايضا الجناب بالزبده باش هكا غير الا تنفخوا والتصقوا بال يعني باللاطه بالجناب ديال اللاطه ما يلصقوش ليا وتحيدوا بكل سهوله. كنبسطهم شويه وكنغطي عليهم خليهم حتى يخمروا مزيان ويتضاعف الحجم ديالهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا. وغادي ندهنهم بالبيض. انا استعملت هنا بيض ما ضفت عليه حتى شي حاجه، بيضه مطربه بوحدها. ممكن تضيفوا قهوه سريعه الذوبان او تضيفوا الحليب او قطرات ديال الخل، وممكن تدهنوهم غير بالحليب اذا بغيتوهم بلا بيض نهائيا. فكنحاول انني ندهنهم مزيان غير بشويه باش ما نهبطش ديك الخميره، ونرش عليهم شويه ديال الزنجلان اللي كيبقى طبعا اختياري. غادي ندخلهم للفران اللي يكون شاد لهم من قبل يسخن واحد 5 ديال الدقائق. اذا كان الفرن ديالكم كهربائي شعلوا له مده ديال ربع ساعه تقريبا هكاك باش يسخن، فقط من الاسفل ما تشعلوش من الفوق نهائيا حتى غادي تحسوا بهم انهم تحمروا طابوا. غادي ملي كليكم تشعلوا من الفوق، فما كيبغيوش النار اللي كتكون او حراره اللي تكون مجهده، يعني ضروري باش يطيبوا مزيان من الداخل وايضا يتحمروا. عاد يمكن لكم تشعلوا لهم من الفوق باش ياخذوا هذا اللون الذهبي الجميل. يمكن لكم فاش تخرجوهم دهنهم بالناباج او بالعسل، او ممكن غير بالزبده كما درت انا. دهنتهم غير بشويه ديال الزبده كتعطيهم واحد اللون، عفوا ماشي لون، كتعطيهم لمعان وكذلك يبقاو رطبين ومذاق زوين. هنا كتشوفوا يعني كيجيو اسفنجيين للغايه ورطبين واحد الدرجه ما تصوروهاش. خليهم تيبردوا بشكل كامل، عادي يمكن لكم تسهلكوهم او تقدموهم. وهنا طبعا غادي نقطعهم لكم باش تشوفوا الشكل من الداخل كيفاش كيجي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.